مشاهدينا رجعنا لنكمل حلقتنا معكم وبسمنا استضيف بالاستوديو بالطبيب النفسي الدكتور باسكال رعد. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك. كيفك؟ تمام دكتور. هل الضرر الناتج من جراء اكيد الامراض الجنسيه ممكن يكون نفسي بالاضافه لجسدي؟ اذا بدك الدراسات هلا بتحكي اكثر عن الضرر النفسي من الضرر الجسدي، لانه بتعرفي هيك امراض بعد منا مفهومه كثير من عامه الشعب. والانسان وقت تيجي تعلن له وتعطيه انه عنده هيك مشكله، معقول يفكر دائما للأسوأ، بيروح بعيد، بيروح باتجاه الامراض الخطره كثير، الموت، العدوى. انه انا بدي اعدي، وهيدا الشيء اكيد بشكل صدمه نفسيه عند العالم، خاصه انه مش كل العالم مطلعين على هالموضوع. بعده الموضوع شوي وعندهم الوعي الكافي كمان. ايه اكيد ما في وعي كافي، وموضوع تابو، بيعتبر انه انا بعيده عني، شغله ما بتعنيني. ايه هيدي شغله ما لي علاقه فيها انا. مع انه فيها تصير بحيالله مجتمع، بحيالله ظروف. لهيك الصدمه النفسيه اوقات بتيجي كبيره، واوقات اكثر عند الرجل من عند المراه، لانه الرجل يعتبر حاله اكيد عنده هالشعور العظمه وشعور السلطه، وانا ما بيصير لي شيء وانا القوي. متى المراه معوده على الامراض، معوده على مشاكل معقول تصير عندها، على قصص افرازات فيها، بتعتبر انه هيدي يمكن شوي صغيره، جزء من هالطبيعه عندها. متى الرجل بيعتبر الصدمه بتيجي عنده كثير اكبر وما بيتقبلها، في نفي اوقات، بيعتبر حاله انه انا اكيد ما لي علاقه فيها، روح وشوف حق غيري. مشان هيك قد ايه غلط القاء اللوم حتى كمان يوصلوا لفقدان الثقه بين بعض الرجل والمرأة. وقت تصير العملية بتعرفي دائما في نوع من التبليغ للآخر، بدك تبلغ، وهون بيصير في أوقات إخفاء للعملية. صحيح. وما فيك تخفيها، لأنه الطبيب عنده حكما في نوع من المسؤولية. أكيد. لدرجة إذا عندك عدوى بعينك بسيطة، التهاب، بدك تبلغ شريكك إنه معقول تعديه محل ما بينام، السلام، ومحل ما بينام. يعني هو تفاصيل إلها علاقة بعدوى ميكروبية بسيطة. نعم. كيف إذا إلها علاقة بهيك قصة، وقت تبلغ الثاني بده يفقد الثقه، بده يحس انه هو مع انسان يمكن عم اذا بدك ما عم يهتم باسس العيله. نعم. وعم يشكل شوي خطر على العيله، لانه عم يجيب مرض من برا. نعم. وفي كثير اوقات العمليه بتتاثر، والعلاقه بطبيعتها ان كانت الجسديه او النفسيه بتصير فيها تاثر، وبتبقى وقت حتى ترجع تنبنى الثقه بين الشريكين. نعم. بالزواج. طب مين بيتاثر نفسيا، الرجل او المراه اكثر؟ قلت لك الرجل شوي تاثير اكبر، لانه بطبيعته بعنجهيته بهالعنفوان الشرقي تبعه ما كثير بيتقبل انه انا عندي مشكله، اوقات ما بيعالجها بشكل صحيح، بدها متابعه، بدك تروح عند الطبيب، بدك تاخذ ادويه لفترات طويله، بدك تنتبه للعوامل، المعقول يبين يرجع هالموضوع فيك. يعني بتعرفي في عندك مثل الايرباس. نعم. بيرجع ببين باوقات ثانيه، بده يتحذر الواحد امتى بيرجع ببين معه بطريقه دغري يروح يعالجه تيعرف وين مبين. في رجال بيهملوها، ما بيعتبروا انا مني معني بالموضوع. اوقات في حمايه بدها تصير خلال العمليات اللي هي بتصير، كمان ما بينتبه لحاله. لهيك الرجل نحن بنعتبر اكثر الوضع عنده محرج. نعم. كمان في احراج كبير. أكيد. في احراج، لانه بتعرفي بما انه عم نحكي عن امراض جنسيه، في له ترابط بالحياه الجنسيه. وقت الرجل يكون في فقدان لهالشغله لفتره، الادويه او علاجات بده يوقف، بالنسبه له شوي ذكوريته بتتاثر اذا بدك. نعم. طيب شو هي غير عوارض يعني نفسيه، اذا بدنا نحكي مثلا الاكتئاب بيصير مع الشخص، شو ممكن يعاني؟ الاكتئاب رح لك بيصير في اشخاص ما بينتبهوا على حالهم، ما بينتبه انه هو عم ينعزل عن المجتمع، عم يكبت حاله بجو معين، بيقول لك كانه انا هلا هيدا الموضوع انا بحله بيني وبين حالي. نعم. وفعليا الحل بينه وبين حاله بيكون باتجاه اوقات شوي عاطل، خاصه اذا راح طلع وقرا قصص منا كثير مفيده او بتخوف. دونك بيبني براسه افكار شوي عظيمه عن الموضوع، وبيرفض العلاج الجسدي كمان ممكن. اكيد بيرفض العلاج، وبيصير بالنسبه له عم يتخبط بين هالواقع، وبيقول بنطر شوي، بعدين بيشوف انه لا، العمليه ما راحت، وفي اوجاع وفي ازعاجات بدها تصير. ولهيك اوقات كثير بيصير في غضب، اوقات كمان وقت يعرف من مين اجت العدوى، بيصير في غضب تجاه الشخص يلي بيعتبر انه انت خدعتني، او انت بالنسبه لي شكلت خطر علي وعلى حياتي، بلا ما تنتبه لحالك. يعني كثير مهم الثقه بين الشخصين. الثقه مهمه. نعم. دونك في الغضب، في الاحراج، في الكآبه اللي بتصير، كمان في الصعوبات، عدم تصديق، كمان عدم تصديق، بصير عايش بجو، خاصه اوقات مع الاطباء بيقول له عم تخفي علي شيء، انا معي سيده، يعني بدك تعطيني الجواب الاكبر. اي صح. بجرب يشرح له، بجرب فرجيه،
بيقول له بدي اعمل فحوصات زياده. دونك بيصير في تشكيك كمان بالعمل الطبي. في عالم كثير بيصير عندهم حالات سرسيد، بيصير كل الوقت قاعد يلحق حاله ويصور ويبعث للحكيم ويلحقه ويقول له ليك انا وين صرته، يعني بفوت بديباجه معينه. لانه بدك تعتبري الامراض الجنسيه او الزهريه هي منا موجوده عند كل العالم كل الوقت. نعم. منا التهاب زلعيم او اذن او وجع معده، منا شغله بتصير كل اسبوع، وقتها تصير عند الانسان منه محضر لها ابدا. مزبوط. وما حدا بيحضرك عليها وبيقول لك بكره وقتها يصير معك هيك انتبه. هلا من زمان اكيد كانت الامور ما ينحكى عنها بهالطريقه، هلا اكيد في وعي اكثر وصار ينحكى عنها مثل ما عم نحكي عليها هلا. لهيك دائما مفروض يصير في توعيه، خاصه هذا اهم شيء. اهم شيء، وخاصه للازواج بفترات معينه من قبل الطبيب النسائي، من قبل طبيب الرجل، يحذروا من الموضوع. اذا حس في شيء غلط عند اي فرد مفروض تاني يتعالج، مش تتعالج لحالك، لانه في احتمال يمكن، وبتعرفي انت الامراض الجنسيه فيها تكون مبيته، بتنام بعدين بتظهر بوقت ثاني. مظبوط. فيها تبين عندك بالفحص بس ما تبين عندك فعليا، وهون بصير في تكذيب انه انا كثير منيح، ليه عم تعطوني دواء؟ مشكله ثانيه مال، انا ما لي علاقه. نعم. طيب هل الضغط النفسي بيزيد من احتمال الاصابه بالامراض الجنسيه؟ هلا في عندك احتمالين، اول شيء هذا السؤال مين اجى قبل الثاني، البيضة او الدجاجه؟ انه اوكي نحن بنعرف انه اذا عندك مرض جنسي بيصير عندك حاله نفسيه. نعم. بس العالم اللي عندهم حالات نفسيه عندهم احتمال ينعدوا اكثر، يتلقوا العدوى اكثر، لما بينتبهوا على حالهم بيكون في نوع من هالانفلات اذا بدك، في شعور اوقات انه انا ما معقول يصير لي شيء، دونك في عدم اكتراث. نعم. هودي اللي عنده حالات نفسيه. دونك هون بطبيعه الحال بنعالج الحاله النفسيه حتى قبل ما ينعدوا، حتى نضمن انه عنده انضباط ذاتي. ثانيا في عندك امراض مثل الهربس، الهربس معروف انه بيزيد مع ستريس. اذا في ضغط نفسي كبير بيظهر عندك فورات من هالحاله اللي هي اذا بدك ما بتشفى لبل بتكون مبيته. دونك هيدي شغله مهمه، بده الواحد ينتبه لعوارض الستريس اللي هي فيها تفرجيك لبرا هالمرض وتطلعوا بطريقه بتكون اشرس شوي. نعم. طب التاثير النفسي على العلاقه بين الزوجين لوين ممكن توصل؟ ممكن يؤدي هذا الشيء للطلاق مثلا؟ بطبيعه نحكي نحن ممكن العلاقه بيصير فيها عدم تسديد بطبيعه وعدم الحال بطبيعه الحال ايه، لانه اول شيء اذا تم الاكتشاف عند الثاني من قبل الشريك الاولاني. نعم. اكيد مشكله، لانه هون صار في نوع فضيحه، وكمان اذا هو اكتشف عند حاله كيف بده يواجه الثاني؟ يعني رجل معقول يجي بطريقه معينه يقولها يبلغها يوطي راسه، بس اذا مره بدها تقولها يعني نوعا ما صارت شوي المشكله انه الوضع بيوصل لمشاكل كثير كبيره. مزبوط. اللي هيك نحن بنعتقد انه بده يكون في صراحه شوي وبناء صفحه جديده، يعني بالنهايه غلطه وصارت في يكونوا واضحين مع بعض، بده يكونوا واضحين تيبنوا على اساس معين. اذا زواجك بالاساس مضروب ما في شيء راح يزبطه. مزبوط. اذا كان متين وصار في اشكال معين مع العلم، مع العلم انه الغلطه بتجي من مره واحده. نعم. ما انه والله هيدي عم تبني علاقه انت بدها فترات طويله حتى تبين. نعم. بمره واحده غلطه واحده عدم انتباه في يصير في عدوى، ومن هونيك ورايح فيها تبقى معك لحياتك. لهيك الانتباه كثير كبير، نحن دائما بنشدد انه الواحد يكون عنده هالانتباه وهالانضباط، خاصه مع الحياه اللي عايشينها اللي هي فيها اختلاط جدا. مزبوط. خاصة السفر، وهيدا كثير شكل خطر عند الاشخاص اللي هي نقل الامراض، صارت تنقل من قاره للثانيه بظرف ليله واحده. صحيح. طيب مين بتاثر اكثر، المصاب اول مره او الاصابه المتكرره؟ لك اول شيء بده يعرف الحكيم كيف يوصل الخبر اول مره. بدك تقعد تشرح عليه وتوصل انه عندك مشكله جنسيه مرض. نعم. وبده يعرف كيف يوصل له اياها، الصدمه بتكون شوي حرزانه، بس اذا عرف انه طلع منها نهائيا دغري بخف الستريس عليه. المشكله اذا رجعت ظهرت مره ثانيه، بيقولوا الصدمه ثاني مره مثل اول مره، مش بتجي اقل، لانه وقت يوعى انه في تكرر للحاله عندي وانا ما عم بغلط بقى، دونك انا في شيء بين عندي هالفيروس موجود، خلص ما بقى حيصح منه، ما بقى رح يصح، رح يضل يمكن يطلع من وقت للتاني، ما رح ياذيني بس انه بشكل دائم، بس معقول ياثر علي، وبدي ضل منتبه وبدي يكون عندي حذر. دونك اكيد الحاله المتكرره بتاثر نفسيا كثير، ولهيك مفروض يصير في علاج نفسي للي عنده حالات متكرره تيقدر يتقبل. تقبل الحاله هي جزء كثير كبير بالعلاج. نعم. طب اذا شخص دكتور منه مجوز وعنده مرض مثل نحكي عن الهيباتايتس ممكن ينتقل بالعلاقه الزوجيه، هونك شو ممكن يفكر، يعني كيف بتكون نفسيته؟ النفسيه بتاثر من ناحيه وين الصراحه رح تبين اذا هو بده يرتبط، هل في خطر يعدي شريكه او ينقل للولد.
واللي هي كلها دباج كبيره، بس هلا العلاجات صارت كثير فعاله، ومثل ما قلنا الفيروسز فيهم يدخلوا بفتره مبيته، اذا فاتوا بهالفتره في يقعد سنتين ثلاثه مرتاح ما كانه في شيء، العلاقات الطبيعيه ان كان العلاقه الجنسيه مع مرته او ان كان من خطر العدوى. نعم. لهيك بده يصير في كمان علاج نفسي عند هيك اشخاص، بس نحن اللي عم نلاحظه انه في قدره عند الاشخاص تاقلم كبيره، وعم نلاحظ نتفاجئ بيكونوا لقطة يمكن مش ضروري من خلال عدوى، لقطة بالدم مثلا، بس هي بتنقل بعدوى جنسية. بنلاحظ انه في ثبات، في نوع من التكافل، انه هيدي حالة عم يتعالج لها، عم يتعايش. دائما العدوى وقتها تجي جنسية هونيك أكثر بتخلق صدمة نفسية، انه ما انتبه على حاله، ما عنده القدرة على السيطرة، انه ما فكر بحاله حتى لو قبل الزواج. نعم. دكتور باسكال، في نصيحة أخيرة؟ في نصيحة أخيرة، أنه في كتير أفكار موروثة موجودة عندنا مفروض نحاربها، بنسميه الأفكار السوداء إذا بدك، من خلال الأمراض الجنسية. أولا الاعتقاد أنه أنا رح يضل عندي للأبد، هيدا مش صحيح، في كتير أمراض بتشفى ومفروض تلحقها. مزبوط. ثانيا السرطان اللي هو معقول يجي من أمراض معينة، نحن بنعرف أنه الـ HPV اللي هو البابيوما فيروس عند المرأة في يعمل عوارض سرطان بباب الرحم، عنق. مزبوط. الرحم كمان بده يتعالج، كمان مش كله بيولد سرطان. الوجع هو دائما رح يكون موجود، مش صحيح الوجع موجود دائما، اوقات وقتها يتكرر الحاله عن جديد، العمليه ما بتجي خلال وجع بس بتكون طفره لحال، يعني نعم. الانسان بده يشتغل مع طبيبه تيشيل كل هالتكهنات ويلغيهم ويقتنع ويمشي بطريقه صحيحه تيقدر يطلع منها. نعم. طبيب نفسي دكتور باسكال رعد، انا بتشكر وجودك معنا، للاسف وقتنا خلص، وان شاء الله اكيد كمان نلتقي فيك بحلقات تاليه. شكرا لك. مشاهدينا بعد الفاصل رح تنضم لنا اخصائيه التغذيه سالي هبر عطل.